على الصورة عميد فريق الجيش الملكي محسن بولال اللي كان تصاب في المباراة ديال الذهاب في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. الصمادي أمام جوج ديال اللاعبين من فريق النجم الرياضي الساحلي، كتقف إذا فريق الجيش الملكي في التنفيذ عزيز الأحمر من اللاعبين اللي تألقوا في صفوف الفريق مؤخرا، تدخل الدفاع السيد مولاي أحمد العلوي الشمامي، كتمشي للوسط عند الرموكي غالي فالا ما ترددش وكيشار أول بطاقة انطلاقة جيدة لعناصر فريق الجيش الملكي. الشمامي كرة في اتجاه المعترك، صمادي كليتن ممتاز، أشبار الصحفي كغيار اتجاه عند محسن بولال الرموكي الحمر دائما الرموكي، مثلث جميل ما بين عناصر فريق الجيش الملكي، الأحمر تغير اتجاه في اتجاه العربي، العربي محسن بولال بكل هدوء تمر الكرة للعربي، كرة في اتجاه المعترك هناك الرموكي الرموكي الصمادي خطأ اللي كيحمر رقم 13 رياض البوعزيزي لاعب دولي يد الرموكي الأحمر الشمامي ممتازة اتجاه العربي الأحمر من جديد هناك ضغط كبير لعناصر فرق الجيش الملكي في الدقائق الأولى كيغير الأحمر اتجاه الكرة الرموكي الصحفي اتجاه أشبار كيدخل البرازيلي كليتن العناصر في صفوف فريق النجم الرياضي الساحلي التحق هذه ثلاثة سنوات بهذا الفريق الشمامي كرة جميلة في اتجاه الصمادي تنزلق صمادي اللي توخال تقدر كانت هذه فرصة جميلة عند لاعب صمادي أول كرة خطيرة لفريق الجيش الملكي على مرمى الحارس رضوان صالحي الصمادي هداف فريق الجيش الملكي بين فريق الجيش الملكي وفريق النجم الرياضي الساحلي التونسي محسن بولال الفريق التونسي منذ البداية يلعب بشكل 4-4-2 العربي أمام كليتن العربي دائما عنده كرة تمرار وكيدخل الحارس رضوان دائما الكرة عند عناصر فريق الجيش الملكي الرموكي الأحمر حصر الكرة وكيدخل مراد العقبي ممتاز الأحمر تبع المباراة ديال الذهب لاعب عنده شعبية كبيرة في البطولة التونسية الشمامي ما خرجاش كرة الأحمر ممتاز اللاعب الأحمر كيغير اتجاه ديال الكرة اتجاه الرموكي الرموكي كريدان في اتجاه عماد بن يونس هناك محسن بولال ديدا الشمامي الشمامي كرة مقوسة في اتجاه العربي هذه المباراة النهائية لنيل كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكأس بين فريق الجيش الملكي والنجم الرياضي الساحلي التونسي الملكي 19 سنة ممتاز محسن بولال بكل هدوء وبكل فنية كمر الكرة للظهير الأيسر الرموكي الصمادي تمريرة دائرية وكيخرج الشمامي الأحمر تغير اتجاه لعند الغندور كيدخل حكيم البرقي الغندور من طرف مراد العقبي محسن بولا في اتجاه الصحفي
الرموكي الصمادي تغير اتجاه الوسط عند الشمامي ممتاز اتجاه الحمار الحمار عند لاعب الجليل الرموكي في اتجاه عادل الغندور كيرجع لورا الصحفي الصحفي الشمامي الشمامي هو لاعب الربط في هذه المباراه في غياب اللاعب فلوح العربي الشمامي الشمامي تقداف عزيز الحمر تيتوغل غادي يغير اتجاه في اتجاه الغندور باكي في الظل لاعب الصمادي في الجهه اليمنى الصمادي امام جوج ديال اللاعبين مراد عقبي كيمرر ما كيلحقش الكره في وسط المربع العمليه لاعب عادي الغندور كيتمكن من الكره في اخر مطاف كان تدخل كان خطا في التنفيذ عزيز الحمر امام ثلاثه اللاعبين كجدار تمرر والكره كتمر من امام الشمامي والصمادي كانت تمريرة جيدة ديال اللاعب عزيز الحمر أمامكم الصمادي والبرازيلي كلايتان هذه إعادة كانت كرة دائرية كتمر من أمام الشمامي واللاعب الصمادي كاين واحد نوع من التباطؤ في التنفيذ عند العناصر ديال فريق النجم الساحلي التونسي كتنف 550 من طرف مراد العقبي رياض جلاسي بالرأس الصحفي الصحفي تيخرج كرة الشرط كان أمامه عماد بن يونس وعلى ذكر مراد العقبي المدافع المتأخر لفريق النجم الرياضي الساحلي جلاسي بالكعب كيدخل الشمامي عزيز الحمر تحول اتجاه كرة عرضية عند أشبار أشبار الشمامي الصحفي الصمادي الرموكي كان بغي مرة العادي الغندور الصمادي جليل اتجاه بن يونس كيدخل أشبار ونهزم في باماكو باصابه واحده على سافر في دور التمون كره جميله في اتجاه عزيز الحمر تمرر كترتطم كره بمراد العقبي دائما كره عند عزيز الحمر تمرر في اتجاه اللاعب جليل بودريس جليل امام جوج اللاعبين تيعطي الكره من جديد عند اللاعب عزيز الحمر والكره في التمون النهايه نهزم بالكابون امام فريق اف سي 105 بهدفين الى سافر بنفس فريق سان لويزيان بهدفين داخل كل شبكه أكبر عنصر كذلك على مستوى السن 33 سنة أحمر كرة جميلة عن جلي بودريس تمرر كيدخل ديب كرة طويلة في اتجاه المعترك رياض جلاسي بالرأس دوك فوتوك الشمامي الصحفي ممتاز الصحفي الصحفي من جديد عبد الرحيم الرموكي عادل الغندور تدخل جيد يا لاعب اشبر الصمادي كيغير اتجاه عند الشمامي الشمامي الرموكي الرموكي عزيز الاحمر عزيز الصمادي الصمادي عزيز كيدخل الدفاع الشمامي الشمامي تقدر العربي
هاي مرة الريال شراسي كيدخل هضر احمر موكي ممتاز رموكي دفاع كبير ديال العناصر ديال الجيش الملكي رموكي دائما محتكر الكره كيمر عند عادل الغندور عادل الغندور كيرجع من جديد عند رموكي الصحفي عرض قوي لفريق الجيش الملكي حتى الان كان خطا كي الحكم تخلي امتياز صمادي عزيز الاحمر عادل الغندور عادل الغندور رموكي من جديد ثلاثه كره دائريه هذه خروج حارس عبد القادر البرازيلي تلتقط الكره بسرعه تنفذ اتجاه صمادي صمادي امام فريد شوشان دائما صمادي صمادي كيتوغال تمرر اللاعب جليل جليل بالكعب على صمادي ميرسي بولال عرض قوي وقوي جدا ديال فريق الجيش الملكي وتشجيعات كبيره ديال الجمهور الحاضر قرابة 50,000 متبرج ملأت كل جنبات المجمع الرياضي الامير المولى عبد الله بمدينه الرباط لتتبع هذه المباراه الافريقيه الكبيره مباراة نهاية كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس النتيجة حتى الآن إصابة 1-0 لفائدة فريق الجيش الملكي قد فاز العربي هناك صمادي صمادي أمامه البرازيلي كلايتر من جديد عند العربي أشبر أشبر كما كرة المعترف كرة ضربة أحمر كيحتفل أدفع قوية العز الأحمر لك تلتقطم بالرجل اليسرى ديال لاعب البوعزيزي البوعزيزي لاعب وسط ميدان محسن بولال كل هدوء عن الشمامي في الوسط محسن بولال صمادي امام فريد شوشان تتوقف كمرار وكتخرج كره الزاويه الصحفي صمادي وقفه ديال العربي كتمشي نوعا ما عليها على كريدان العربي اصغر عنصر صفوف فريق الجيش الملكي 19 سنة كل مستقبل أمامه لرسم مشوار رياضي متعلق تتنفذ هذه الزاوية بسرعة عادل الغندور اتجاه المعترك صمادي كيدخل مراد العقبي تتنفذ هذه الزاوية دائرية وكيدخل حارس عبد القادر البرازي الغندور اتجاه صمادي فريد شوشان بدون اتجاه في الحارس عبد القادر البرازي تقدف البرازيل بسرعة من جديد البرازيل الصحفي الرموكي اتجاه جليل دخل فريد شوشان عز الأحمر جليل بودريس أمام مراد العقبي وشرط لفائدة فريق الجيش الملكي في الجهة اليمنى من المرمى الحارس التونسي رضوان صالحي كيتنفذ بسرعة شمامي عبد الرحيم الرموكي صمادي كانت لمسة يد ديال صمادي لأن كان تدخل ديال منير بقديدة ما حصلش الكرة صمادي حاول يحصل الكرة باليد ديالو كيدخل الحكم السنغالي فارا وكيعلن على خطأ لفائدة فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي التنفيذ كالعادة في كل كرة القريبة من مربع العمليات المدافع مراد العقبي الكرة كتوصل عند المدافع محسن بولا بوعزيزي رياض جلاسي ممتاز لاعب الصحفي الغندور اتجاه صمادي صمادي أمام مراد العقبي الجيش الملكي أمام فريق النجم الرياضي الساحلي التونسي في هذه المباراة النهائية لنيل كأس إفريقيا للأندية الفائزة بالكأس والتي نتتبع أطوار مباشرة من المجمع الرياضي الأمير المولى عبد الله بن رباط المباراة التي يتابع قرابة 50,000 متفرج عادل الغندور عز الأحمر شمامي دائما شمامي تمر اتجاه صمادي ممتاز لاعب صمادي شمامي العربي العربي اتجاه عزيز الاحمر هناك منير بقديده ما تدخلش كره عزيز الاحمر عزيز الاحمر كيدخل لاعب بوعزيزي وكيخرج كره الشرط اذا اعطيت انطلاقه الجوله الثانيه فموقعش تغيير داخل كلا الفريقين فنفس العناصر لعبت الشوط الاول غتلعب الشوط الثاني فريق الجيش الملكي امامه حاجز
هدف. شوفوا التعبون حطينا التمريرات العرضية والمثلثات، وصل في أكثر من مناسبة المرمى ديال الحارس التونسي رضوان الصالحي. نتمناو في الشوط الثاني نشوفوا عرض مشابه لعرض عادل المنظور. تمرر كرة مؤثرة على واحد الحارس البرازيلي الصحفي أشبر جليل الذي استمت كثيرا ليمنح لافريقيا اكثر من مقعد. من جميلة رياض الكاميرون وجنوب افريقيا. وسط بولاد وسط الشمالي العربي عادل تمرر كرة دائرة اتجاه الصمادي الشرط قيس الغضبان. اذا الكرة ما خرجتش ممتاز لاعب جديد اتجاه الغضبان. هناك تغيير ديال المواقع ديال اللاعبين ديال فريق التشكيل ديال الصلاح اللي كيتحرك يمنا على الهدف. اللاعبين غادي تشوشوا الصلاح كيتغلب. تمرر كره دائريه مازال ما خرجتش. هناك عزيز الاحمر امام الشمالي والعربي الشمالي كره جاعه الرموكي غادي تهدف. تقويه ديال اللاعب الرموكي كيعتقد مساله رجل احد اللاعبين ولكن الحكم تعلم عن مساله. تبدأ الكرة كترتطم بالدار ديال اللاعب الصحفي جميلة ورائعة تتجاوز اللاعب الرموكي اللاعب ريكليتر. كرة دائرية محسن بولال في التغطية. العربي العربي تمر اتجاه صمادي. صمادي كرة جميلة وكان هناك كان خطأ. كان 200,000 عادي الغندور العربي العربي تتوغل بسرعة الزاوية. كرة دائرية عبد القادر البرازي كل هدوء لك فقط. لاعب صحفي صحفي أشبر أمام لاعب كريدان. ممتاز لاعب أشبر جليل الصحفي الشمامي. ترجع الكرة عند عناصر فريق الجيش الملكي في الدائرة ديال منتصف الملعب. صمادي تغير اتجاه عند عزيز الاحمر. عزيز الاحمر اتجاه العربي امام منير بوقديدة. يدفعوه من الخلف. كليتن دائما عنده الكرة. حاول يمرر العماد بن يونس كيتدخل الشمامي بكل هدوء. عبد الرحيم الرموكي يحيوي بوعزيزي بدون اتجاه جليل عزيز الاحمر. جميله قنطره صغيره ديال عزيز الاحمر امام عماد المهدبي العربي. تمر المعترك دخل بوعزيزي امام اشبر. بغى يغير اتجاه ديال الكره عرضيه وكي كيدخل الشمامي. الغندور الغندور اتجاه اليحيوي. العربي الاحمر عزيز الاحمر امام ثلاثه ديال اللاعبين. كره جميله في معترك. هذه كانت كره جيده وصلت عند اللاعب يحيوي بضربه ميق. في هذه المباراه النهائيه لنيل كاس افريقيا للانديه الفائزه بالكاس. الصحفي الشمامي الرموكي تغيير شمامي اتجاه الكرة في اتجاه اللاعب العربي. العربي كيدخل منير بقى كل هدوء البرازيل اتجاه الشمامي. هناك تقدم ديال العناصر ديال الفريق التونسي اللي كيتجاوز وسط الميدان. الغندور قيس الغضبان الغندور الاحمر الصمادي امام اربعه ديال اللاعبين التونسيين. كتوقع الخطا كاين خطا كاين خطا ديال بوعزيزي. لاعب كريدان من انشط العناصر التونسيه في هذه المباراه.
تدخل جيد للاعب الصحفي عزيز الاحمر امام البوعزيزي. عملت واحد اثنين جميله. عزيز الاحمر اش غادي يعمل؟ عزيز الاحمر اش غادي يعمل؟ المرار اتجاه اللاعب المتبقي من هذه المباراه النهائيه. عزيز الاحمر امام كريدان. عزيز الاحمر كيتوغل اش غادي يعمل؟ تمرار وصلاتي كانت هذه من المحاولات الخطيره ديال فريق الجيش الملكي. نادي المرمى الحارس عبد القادر البرازي كيتوغل. وهناك اللاعب الصحفي اللي قايم مباراة كبيرة. عزيز الأحمر. علي الغندور هو اللي غادي ينفذ الزاوية. في الجهة اليسرى من مرمى الحارس رضوان صالحي. كرة دائرية. كرة عرضية اتجاه أشبار أمام كريدان. ممتاز لاعب أشبار العربي. أمام البرازيلي كلايتن. تمرار المعترك اتجاه اللاعب عادي الغندور. عادي الغندور كرة دائرية العربي. في الأثناء سيداتي وسادتي حكم المباراة